بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدوي، كذلك رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي. موقعنا الحقيقة في هذا الحدث والمشاركة في هذا الحدث يعني نوع من إجراءات استمرت على مدى سنوات، الاستفادة طبعا لا يدركها إلا من تعامل مع هذه الأحداث من خلال التمثيل الداخلي والخارجي على مستوى الدولة. جهاد أصبح يعني علامة فارقة على مستوى الدول، واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومثلة في أرض دبي أن تستقطب مثل هذا المؤتمر وهذا المعرض لتقديم جميع الخبرات الموجودة على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي. واليوم نجد الحقيقة كثير من الممارسات، كثير من المبادرات أصبحت تصب في جانب إنساني، جانب إغاثي، جانب من جوانب درء المخاطر على المستوى سواء. واليوم إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا المؤتمر وهذا المعرض ركزت على يعني حاجة المرأة على مستوى الكوارث والأزمات على المستوى العالم، الحقيقة يعني المرأة معرضة للكثير من المخاطر، سواء المخاطر الاجتماعية سواء المخاطر البيئية، ولكن تبقى هي عمود بالنسبة للعمل الإنساني على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. مشاركة الدائرة الحقيقة على مدى سنوات من أول انطلاق لهذا المعرض وهذا المؤتمر الحقيقة مردود كبير، استطعنا أن ننقل هذه الخبرات من خلال الوفود التي تقوم بزيارة مجموعة من الدول للتعرف على المشاريع وكذلك ما قامت به المؤسسات سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الحكومات في هذه الدول. على أرض الواقع استطعنا أن يعني نستنتج الكثير الحقيقة من الدروس التي انطلقت من خلال هذا المعرض وهذا المؤتمر، ومن ثم استطعنا أن يعني نطبق على أرض الواقع مع هذه المؤسسات التي نتعامل معها يوميا، خصوصا إذا أدركنا أن الدائرة الشؤون الإسلامية هي المشرفة على جميع القطاعات الخاصة الخيرية والإنسانية في إمارة دبي. وهذا الحقيقة يعني نوع من التواصل ما بين جميع الجهات الدولية وكذلك الجهات المحلية. لابد أن نؤكد على أن البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتاحة في إمارة دبي تختلف عن أي موقع على مستوى العالم، ونقل يعني معرض جهاد ومؤتمر جهاد لم يأتي من فراغ. كانت هناك ممارسات، كانت هناك دراسات، كانت هناك وفود قدمت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أرض الواقع تم اختيار إمارة دبي بما قدمت من ممكنات أساسية فيما يتعلق ببنى تحتية وكذلك بخدمات اللوجستية. وتنطلق الآن من دولة الإمارات العربية المتحدة من مدينة دبي الخدمات الإنسانية أكثر من مبادرة وأكثر من دعم لجميع مناطق العالم. وأعتقد أنه من أهم ركائز التي يجب أن نركز عليها أن كل ما يقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم بدون تصدير أي فكر، وهذا الحقيقة هي إلى كثير من المساحات التي يعني تفرض نفسها على هذه المؤسسات وعلى هذه الدول وعلى هذه المجتمعات. ولا يعني ننكر دور السياسة الرشيدة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في سيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي، الذي يرعى جميع هذه المؤسسات ويدعم بدعم متكامل. ولا ننسى الحقيقة الوزارة المعنية في هذا الجانب وهي وزارة التعاون الدولي وكذلك وزارة الخارجية. هذه المؤسسات وهذه الوزارات أعطت يعني لدولة الإمارات العربية المتحدة الرصيد المتكامل في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. التنظيم حد ذاته رائع، لكن أنا يعني في حد ذاته أطلب من الجهة المنظمة أخذ آراء مجموعة من الموجودين، وهذا أعتقد أنه قائم، لكن أحيانا قد تأتي بعض البيانات على استحياء، وهذا طبعا غير يعني مساعد على تطوير الخدمة ولا يعني في نفس الوقت تقديم خدمات أفضل. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نسابق الحقيقة في مضمار قوي، وهذا المضمار يتمثل بجانب إنساني اجتماعي، لذا يعني نأمل إن شاء الله من المنظمين أن يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك يعني أؤكد على جانب آخر يتعلق بالأخوة الموجودين الممثلين لهذه الدول والذين استخدمتهم هذه الفعالية سواء على مستوى المؤتمر أو على مستوى المعرض بأن يقدموا ما لديهم من خبرات. وكذلك أتمنى ألا تكون هناك يعني فقط إجابات إيجابية،
إنما قد تكون هناك أمور تعطينا نوع من المؤشرات التي نستطيع في هذه المعارض وكذا في هذه المؤتمرات أن نطور من العمل بمستوى ما تطمح إليه القيادة وفي نفس الوقت ما تطمح إليه الجهات المستفيدة. نشكركم على هذا الجهد ونتمنى للجميع التوفيق والسداد.